من المزايا الجميلة إن أنا أقدر أعمل السكادول في ريفت 2022، وأحط السكادول دوت في أكتر من شيت، مش في شيت واحد بس. خليني أعمل واحد مثلا وول، وخليه وركينج دروينج، وأقول له مثلا أنا عايز الويت، عايز الفوليوم، عايز الأريا. أوكي، الجدول ممكن كنترول شوية، فأقول له سبيريت أند بليس، وأقول له مثلا حطه لي في 101 و100 واتنين، وسبيريت انفنتوري قسمهم بالتساوي. تمام، هتلاقي الجدول هنا اتقسم اهو، واحد واتنين، واتحط هنا، واتحط التكملة بتاعته هنا.